الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه تبح قلبي وكواه الله يا ربي الله كندي تنسى يدرنا وما درنا كل شي خلصنا انت بنتي اسمحي لي انت اللي دخلتي مره اخرى لداري والفراشي كنتي نافتها كنتي مزوجه بشيطان فرح اللي عطاتها لك ديالك هذا ديال الساعه ديالي في لقيتو من الاحسن ليك رجعي لتركيا ونسي هادشي كامل الذوق ديالك رفيع بزاف بغيت بحال هذيك لاغوب اللي خدات السيده نسي المهدي العمراني ما عمره ما غادي يرجع كنش غنجي ولكن ماما قبل ما تموت قالت لي نجي عندك نقول لك بلي راه سامحات لك الله اكبر الله اكبر انا لله لي راجعون توحشتك حتى انت كنت كنحلم بكم انت وماما كان حلم تحل الباب القجر ديالي يقول لي انا تقعد عندك السياره انت ما درتيش علاش تزوروك الناس كل شيء كيغلط انت دمرتينا وخليتي ناس اخرين يديروا فينا ما بغا مفكرتيش ملي بلا بيك كنا نقدروا نتشردوا ماشي
هذا الشيء كندير درتو على قبلكم. وليتي كتدخل وتخرج في الهضرة. واش يمكن ليا نقيسك؟ لا ما يمكنش. قربي بغيت نشمتك ريحة المرحومة. اسمعني مزيان شنو غنقول لك. الا ماما سمحت لك شغل هذاك، انا ما عمرني ما غنسمح لك، ما عمرني ما غنسى داكشي اللي دوزتي علينا. بقيتي تتبع الشهوات ديال الدنيا ونسيتينا، نسيتي بلي راه عندك بنت وعندك مرا. انا بغيت نعرف علاش قتلتيها. مرات سيامين ماتت في حادث، الله يرحمها مسكينة. قدروا نقولوا طاحت وماتت، هذا قدر الله. وبما أنك أنت خدام هنا وكتعرف السيامين مزيان وكتعرف بأن عنده بزاف ديال الأعداء اللي بغاو يستغلوا هاد الموت ديال مرتو باش يلصقوها فيه، كاين واحد المثل كيقول الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. سيامين غادي تهلا فيك وفي عائلتك، وغادي خصكم حتى خير. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير. وشنو دابا المطلوب مني؟ وشنو بغيتوني ندير؟ ماشي شي حاجة، بغيناك غير تعيط للبوليس وتقول لهم بأن أنت اللي قتلتي مرات ياميد، كنتي كتحماق عليها. شنو؟ ما فهمت والو. سي محمد، كنظن فهمتيني مزيان. عقلتي على هاد الشك؟ عقلت عليه. كنتي خليتيه كارونتي باش تسلف 50,000 درهم من عند السياميد واحد النهار، ياك 5 المليون وبلا تاريخ. انا عاقل بني عطيتو الشيك وعطيني الفلوس باش نعالج مرتي، كانت مريضة. انا ما نكرتش. مزيان اللي بقيتي عاقل عليه بعدا. انت دار هاد الشيك انت 4 سنين ياك، وكنتي قلتي غادي تعطي بشويه بشويه كل شهر. وشحال داز من شهر دابا؟ 48. وشحال رديتي؟ زيرو والو. هي انا كنت غادي ندبر على الفلوس ونرجعهم ليه. قلت زعما المراه غادي تبرع وتجي لاباس وتخرج تخدم وتعاوني ونرجعوا ليه فلوسه شويه بشويه، الله يجازيه بخير. واني مرتي باقا مريضه ما براتش. ها سي محمد، راه سي ياميد كان باغي يدفع الشيك للبنكة، ولكن بقيتي فيه. عرفتي علاش؟ حيت انت عزيز عليه بزاف، كيعتبرك بحال من العائله ديالو. ماش يدخلك الحبس ويخلي مرتك اللي مريضه وبنتك باقا كتقرا لعني الله رحيم. فين نوصلوا؟ كيقولوا الانسان كيموت على بلادو ولا ولادو، والسياميد باغي يعطيك هاد الفرصه دابا صاحبي. وانت شنو مطلوب منك؟ تضحيه كتا كازح وهيلي. يلا سي محمد صافي، غتضحي بعام ولا عامين من عمرك. كيفاش؟ عام ولا عامين؟ هادي راها روح، هادي روح. راه قلنا لك عام ولا عامين، ما تدخلش نتايا. السياميد راه عنده جيش ديال المحامين والناس اللي كيفهموا في القانون. لا ما نقدرش. بلاتي بلاتي يا بلاتي بلاتي. واخا
انت ما دخلتيش للحبس هاد عام ولا عامين، اش عندك ما دير اليوم كاع؟ ها وما تنساش راه الا دفعنا الشيك وطلع سون بروفيزيون راه غادي يعطوك نفس المده ولا يمكن كثر كاع، وغادي تخرج مزلوط كثر من النهار اللي دخلتي فيه الحبس. اكون زوين بعقلك، السيامي غادي يطلع بنتك ومراتك وما غادي يخصم حتى خير. عام ولا عامين؟ تأكد. يلا قدرت ندير هاد الشوش قبل ما نمرض، وحده ليك وحدك تبيت نعطيها لماماك. سمحي لي يا بنتي، راه هادشي علاش قبلت منه، باش ما نخليكش انت وماماك تعيشوا في الفقر. القاضي عطاني 20 عام، علاش بقيتي ساكت؟ علاش بابا ما قلتي لنا والو؟ المهدي العمراني والسيامين وكانوا عندهم الشهود، مرت المهدي وصحاباتها أكدوا الكذبة عليا البوليس، كانوا مقيدين بلا ما يحسوا. صافي بارك عليها أختي، هادشي راه ماشي مزيان لصحة المريض. بعدي مني، صحة المريض صحة المريض، أنا بغيت نهضر مع بنتي. أنا بنتي ما سكتش، ما كنتش غادي نسكت، جاو عندي وفهموني، قالوا لي بلي انت وماماك مشيتوا لبرا باش ماماك تعالج، انت تقراي. انا بابا كنا في تركيا، لالا يوريك بابا شنو داز علينا. انا بغيتك ترتاح، بغيتك حتى الا متي تموت مرتاح، حيت اي واحد كان سبب في داكشي اللي وصلنا ليه غادي يخلص، وغادي يخلص غالي. لا 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 بنتي لا، انا بغيتك بنتي ما تمسي حتى شي واحد، ما ديري حتى شي حاجه، الله غادي يخلص كل واحد، غادي يخلص كل واحد. هاكي يا بنتي هادشي
غادي يديه لمولاتو و السميتها مكتوبه فيه. هي مسكينه حاولت باش تساعدني وتوقف بجنبي، ما لقات جهد مسكينه. انت يا بنتي غدي ليها هاد الامانه وتقولي ليها بابا كيشكرك بزاف هذا روسي ديال المكانه ديال الرجال بسميه ديال سهام انور اللي هي الزوجه ديالك، وكنظن كانت عطاتو لك كادو. هادشي اللي كاين. واخا سيدي، ممكن تشرح لينا كيفاش هذا الروسي وصل لابلاج مدام شوال؟ بلاج مدام شوال فهمت. لقينا جثه ديال واحد السيده تقتلات في لابلاج. شنو علاقتنا بهادشي؟ هادشي اللي كنحاولوا نديرو، والمعلومات اللي عندنا كتقول ان هاد السيده اللي تقتلت كانت شي وقت الخطيبه ديالك، وكانت ساكنه في نفس الحي اللي كنتي ساكن فيه قبل ما تتعرف على مدام سهام انوار ويحن عليك الله. بنتي سهام تقتلت؟ واش بصح بنتي سهام تقتلت؟ ما قدرتش نتيق انها ماتت. تقتلات ماشي ماتت. ابتسام انا مابقاش عندي بها حتى شي علاقة من هذه مدة، ولكن بصح مؤخرا عيطت لي وجات لعندي وحاولت ان ترجع العلاقة اللي بيناتنا. زعما بغيتي تقول لي بقات كتضغط عليك باش ترجع ليها؟ بحال داكشي، ولكن انا ابتسام كنت كنبغيها، ما عمرني غادي نقتل شي وحدة كنت كنبغيها. بالنسبة لهذاك الروسي هو بصح ديالي، ولكن أنا نقول لك القضية ديالو. ابتسام كنت عطيتها واحد المكان باش تعوض على ذاك الوقت اللي ضيعت معايا، تبيعها بفلوس ودير شي بروجي. فكرات وقبلات. فوقاش آخر مرة تلاقيتي بها؟ هو البارح مع 6:30 عطيتها الساعة والروسي. والبارح من 7 د العشية 12 د الليل فين كنتي؟ كنت في الدار. عندك شي حد ياكد كلامك؟ مراتي، ولكن كانت ناعسة، تقدروا تفيريفيو التليفون ديالي. الناس ديالنا خدامين على هادشي. تقدروا تأكدوا هاد الكلام. واخا سي خالد، علاش مراتك قالت لينا بلي المكانة ديالك تسرقات؟ نهار كنت في موقف حساس، كيفاش غادي نقول لمراتي راني عطيت ابتسام مكانة؟ وفشي شكل زعما جاتك هادية أنك تخلينا نفيريفيو التليفون ديالك؟ حتى هو الدليل اللي غادي يبرئني. حسبنا لقينا 183 ابيل من النمره ديال ابتسام خلال اسبوع، ولقينا انك بلوكيتيها وهي باش تتصل بك بدلت النمره. علاش بلوكيتيها؟ وانت كتقوليها كتعيط لي بالليل وبالنهار وانا راجل مجوز، وانت باش تسالي هادشي انت قتلتيها. هادي الفرضيه ديالكم، عندكم على شي دليل؟ فراسك كانت حامله. شكون؟
كليوباترا حمل دويا هاد الساعة. كيفاش كتحاملها؟ إذا هذا اللي قتلها ماشي بنادم، هذا خاصو الإعدام، هذا وحش. سي خالد تفضل تسنى في الكولوار نكملوا معك من بعد. خرج هذا ودخل السيد الاخر. واش كون ما تغيت غادي يعجبك الحال؟ لا بنيتي لا، ما نبغيك ديري حتى شي حاجه لشي واحد. دم بنتي عمرو ما يغسل الدم، الدم كيغسلو الماء، وأنا بغيتك تكوني بحال الماء. حبيبي حميد واش أنا بنادم؟ اش هاد السؤال؟ أنتي زينة البنات والقلب الكبير، خصك غير تحيدي هذاك التخرميز اللي في دماغك اللي ما غادي يرجع لك والو وتكوني أحسن بنت. راحت البال حبيبي حميد، صعيبة، وأنا بنادم بحالي بحال أي بنت كان عندها أحلام وكان عندها طموح باش يجي واحد يهرسني. علاش شكون يكون هاد المهدي ويميت في ملك الله؟ علاش هما يعيشوا حياتهم؟ علاش يتنفسوا الهواء؟ علاش يعيشوا الحياة وماما وبابا لا؟ زيد حبيبي زيد، غادي ناخذ حقنا بيدينا. صافي انت الله يرضي عليك، بركه من هاد الشيء، الله يرضي عليك. هادوك السيدات راه عانوا بما فيه الكفايه، ووحده منهم كانت غتموت بسببك. واش بغيت ترجعين قتله؟ الله يرضي عليك بنيتي، ها عار امك مع باك الا ما خليهم عليك. وانا كنوعدك، انا كنوعدك باش هادوك روس الشر غادي يلقاو العقاب ديالهم. شنو غدير؟ عندي واحد البلان. ملي الواحد ما كيبغيش يوسخ يديه اش خصو يدير؟ كيخلي واحد اخر يوسخوها في بلاصتو. تماما، ما عليكش الله يرضي عليك. وعاود ليا. غادي نعاود ليك بالحق، غادي تخليني نتكلف وحدي. الا قنعتيني نخليك تكلف بوحدك. شرب هاد الماء عطشان. شكرا. الاسم واللقب وتاريخ ازدياد. إدريس التهامي، 8 مارس 1988. عندك 34 عام. دابا كون ما كنشد الدوسي ديالك قدامي ما نقولش يلاه عندك 34 عام. وتبارك الله عليك، ماضي اجرامي غني، اغتصاب، سرقه، مخدرات. اش وصلك اسيدي لهاد الحاله؟ دع الخلق للخالق فان له في خلقه شؤون. ونعم بالله. رجع لموضوعنا، شديتي في درب غلب كتبيع مكانه رجال غاليه، وزائد على المكانه صاكو شي ذهب. وعندنا شي معلومات كتقول باللي كتكون في لابلاج مدام شوال، تما في كتبات تشرب وتعيش ودير كلشي. هادشي اذا انت اللي قتلتيه. قتلتها؟ الساك والفلوس والمكانه كلشي ديال داك السيده لقيناه معاك. بصح قتلتي ابتسام على قبل الفلوس. سميتها ابتسام الله يرحمها. شوف هادي فرصه باش تعترف وتريح ضميرك. شنو بغيتي نقول؟ شنو بغيتوني نقول؟ نقول ماشي سهلة أنني نكر، ماشي سهلة أنني أعترف. صحيح كنت شارب بزاف وناس وما بقيتش عاقل على راسي، فاش وقت لقيت الساك حدايا نقدر نكون أنا، نقدر نكون ماشي أنا، ماشي أنا،
ولكن هادشي ما غادي يبدل حتى شي حاجه. التجربه ديال الاجراميه علمتني ان البوليس ما كيعترفوا غير بالدليل. بالدليل لقيت وحدايا لقيت وحدايا وباش ما نكذبش فاش كنكون شارب ما كنبقاش انا عاقل شنو كندير. يا ربي تغفر لي. امين. يا الحبيب تفضل السي خالد. سي خالد تقدر تمشي في حالك. أنا نمشي في حالي. أه أنت تمشي في حالك. مالك عندك شي مشكل في السم؟ اسمعي لي يا سيد. وساليتو معايا لونكاد. ما بقيناش محتاجينك. السيد اللي عاد خرج دابا شدينا كيبيع الدب ديال ابتسام. واعترف لينا بكل شيء. علاش قتلها؟ السرقة. مسكينة ابتسام. مسكينة. وما كان لقيتوها؟ لقيناها، ما لحقش يبيعها. تقدروا ترجعوها ليا؟ علاش غنرجعوها لك؟ هي قلتي عطيتيها لابتسام، ودابا راه ولات من حق الورثة ديالها. لا جات مراتي وسولاتكم متعاودوش ليها على ابتسام. سي خالد امورك الشخصيه حنا ما عندنا بها حتى شي علاقه. غير هو ما تنساش حبل لك دوبر قصير. شنو كتقصدي؟ كيجي النهار فين كل واحد كيخلص لاي حاجه خايبه دارها. سلام سيدي. شتو دوك المجرمين شنو داروا معاهم؟ خصني نهضر معاك. اجي معايا. لا مازال مرة مرة كتحرك بحال اللي كتبغي تهضر ولا كتحلم. حالتها كتبان لي صابل شويه ان شاء الله وغتفيق. ما فيكش الجوع؟ نكومونديو شي حاجه؟ لا ما فيهاش. مالك زين ياك ما عيتي؟ راسي مشغول باغا نفهم شي حاجه. حاسه براسي بحالي لا زاقله ليا شي حاجه. شنو باغا تفهمي؟ ليش باغا توصلي؟ ملي نتأكد من هادشي اللي في راسي نقول لك فاتحة. عقلتي فاش سولتك داك النهار على ديك البنت؟ قلت لك انا فايتها شايفاها. قلت لي غير جاب لك الله. صدقتي كتعرفها وخاطبها والساعة ديالك ما تسرقاتش. الساعة ديالك عطيتيها ليها باش ما تبرصدكش في حياتك. سهام حاولي تفهميني. سكوت خليني نكمل هضرتي. ياك تفاهمنا نهار الاول ما تكذب عليا ما نكذب عليك. صدق كلشي كذوب في كذوب. صدقتي خاطب لافيس ديالك وصبات لي لحتيهم بديك الطريقة وقلتي لي راه تقطعوا. البنت اللي لقاوها مقتولة في البحر صباتك اللي كنتي كتجيبي عامر بالرملة وكتوسخ بلاصة ديال الصبابط. كيفاش تقتلات داك البنت في البحر؟ شنو بغيتي تقولي دابا؟ انا اللي قتلتها. ماشي انا اللي سنقول. داكشي اللي درتي هو اللي كيقول. فين مشيتي داك الليله اللي قلتي لي فيها غادي تمشي عندك صاحبك باش تعاونوا وتعتقوا من دوك المجرمين زعما؟ وديك البنت اللي تقتلات في البحر شكون اللي وصلها للبحر؟ شنو كتحاول تخبي عليا السي خالد او الناس؟ دابا بغيتي تلصقي فيا التهمه اللي اصلا برؤوني منها البوليس ولقاو شكون قتل. شي شمكار ولا شي سكيري من دوك اللي كيباتوا في البحر ياك؟ اللي جا في الوقيته الغلط وفي البلاصه الغلط. تقدر تكذب على كل شيء يا سي خالد
الا انا ما تقدرش تكذب عليا. كان ممكن نمشي عند البوليس ونقول لهم كل شيء، ولكن ما غنديرهاش. عرفتي علاش؟ حيت انت اللي خاصك ديرها. عندك جوج ديال الحلول، يا اما غادي تضرب الدوره وغادي تمشي تعترف بالحقيقه اللي انا وانت عارفينها، يا اما غادي تمشي وتكمل حياتك تخلي الجبل هزو فوق ظهرك وما يدكش النعاس. بغيتك تكبر في عيني يا خالد، كيف ما كان الغلط اللي درناه خاصنا نخلصوه. يمكن هي الاخرى اللي شافت وحيت حاولت تعتقها. يمكن شنو هو ميلدونيوم؟ اش من ميلدونيوم؟ مالو؟ غتولي مزيانة، هي غيبات، خاصها ترتاح. واش متأكدة؟ كيبقى تغيتها مزيانة، لقيتيها يلاه حلات عينيها مسكينة شوية ورجعت عاوتاني غيبات. مالك انتيا؟ تفرقت مع خالد. دابا سي عمو واش وقت التخربيق ديالك؟ كنضحكش، كنهضر من نيتي. البنات هنيونا، تم بعد ونهضرو في هاد الموضوع. غيتا، غيتا، على سلامتك، خليتينا عليك. ايش خصني نقول لكم شي حاجة؟ شنو باغا غيتا تقولينا؟ قولي اللي بغيتي. على فرح. ايوا فرح، فاش لقاتني البارح في الليل كانت هازه في يديها واحد لابوا ديال ميلدونيوم. شنو كانت كدير ديك لو برودوي؟ ما كاينش في المغرب. الحمام ديالي. الى لجنه التحقيق لقات عندي هاد البرودوي في داري غتثبت عليا تهمه حياتي كامله. شنو زعما هي جابتو باش تحطو لك في الحمام باش اللجنه تلقاه؟ ونزيدكم كانت جات عندي وسولتني على كامل وطلبتني نخليها دير معها انترفيو ليلة قبل ما يسافر ديك لا كومبيتيسيون فين حصلوه واحد المنشطات. صدفة زعما؟ ما نظنش. كيفاش؟ شيطانة هادي. علاش؟ علاش درت معايا هادشي؟ شنو بيني وبينها؟ غادي نحماق ونعرف. أنا عارفة البنات. شنو هذا؟ هادي صوبة محمد العيساوي الجارديني ديال ياميد. داك السيد ظريف مسكين اللي كانوا اتهموه أنه قتل مرات ياميد. هو إيوا فرح عطاتها الأذان. إيوا بركة ما غير إيوا إيوا، خلي السيدة تكمل هضرتها. كملها زينب. دابا السؤال البنات هو كيفاش فرح قدرت توصل لهاد لو سوفونير؟ السيد اللي صوبهم هادي 5 سنين هو في الحبس. لا السيد راه توفى. وباش عرفتي انت توفى؟ عندي المصادر ديالي. ما كنتفلاوش دابا سهام. المحامي ديالو هو اللي قالها ليا. تلاقيت معاه في واحد لاسواغي. الله يرحم.
غيتا قالت لك باللي فرح هي اللي عطات المنشطات الكامل وجات بغات تحطهم عندها في الدار باش تلصق فيها التهمة. جاني كاين شي علاقه مورا هاد القصه ديال المنشطات وهاد لو سوفينير وفرح ومحمد العيساوي. اش من علاقه؟ ما عرفتش، ولكن شي حوايج فشي شكل كيوقعوا من نهار اللي غبر مهدي. تعقلوا على السيده اللي عيطات لي في التليفون بالليل وقالت لي راجلك عمره ما غادي يرجع، والسيده اللي مشات لافارماسي باش تاخذ الدواء ديال مهدي بنفس الكسوه ديالي. جاكم هادشي عادي؟ انا ما جانيش عادي. ومن بعد تخرج لنا هاد فرح حقه ما حقه مهدي كان موعدها باش دوز ستاج عنده في سير تيفي. زعما ماشي ضروري الواحد يكون جيني باش يفهم بلي فرح هي اللي مورا هادشي كامل. تفكروا معايا غير لا كاميونيت ديال لاسوسياسيون اللي لقيناها محروقه، ولقينا حداها تصويره ديال ياميد. تعقلوا والصرشي الكحل اللي فيه السكر اللي لقينا في الباب نهار الكنازة، والورقة اللي لقينا في وسط منه. تعقلوا الا هرستي شي حاجه واخا ترمي البقايا ضروري كيبقى شي طرف اللي غادي يجرحك. دابا هاد القصه ديال المنشطه ديال غيتا وكامل، وانا الحلقه اللي لقيت والتصاور اللي تصيفطولي، زعما تكون هي صيفطتهم؟ نبيل حلف لي باللي ما عمره ما دخل شي وحده للدار. نبيل وتيقتيه. وعلاش كدير هادشي كله؟ شنو بغات هاد البنت؟ راه باينه شنو بغات، بغات تنتقم منا، ولكن علاش؟ علاش حنا شنو درنا ليها؟ وشنو بينا وبينها؟ فين كتعرفنا ولا فين كنعرفوها؟ حنا ما كنعرفوهاش، ولكن هي راه باينه كتعرفنا فاتحه. كيفاش؟ هنا غادي نرجعوا لهاد لو سوفونير ديال محمد العيساوي. النهار اللي لقيتو كيصاوبو قال لي بلي باغي يعطيه لبنته نادا. لا صبري، دابا تقدر تكون هاد فرح هي بنته نادا؟ ما عرفتش، ولكن بنته محال. فرح انا كنعرف امها وكنعرف حتى فين ساكنين، فين ساكنين ما عندو حتى شي علاقه بفين ساكن محمد العيساوي وعائلته. الا ماشي بنته غتكون شي صاحبتها ودايره اليد في اليد. ولكن هادشي ما كيشرحش علاش هاد نادا وهاد فرح محامين وباغيين يديروا فينا الدقه كاملين. ماشي كاملين، سيهم تحد مقاسها غير حنا اللي متاكده منه انه هاد الجوجات متفقين علينا. حيت با محمد العيساوي ماشي هو اللي قتل مرات ياميد، هو دخل الحبس باش ينقذ ياميد، وانا هادشي قلت لكم 100 مره وما كتبغيوش تيقوني. سهام، ولكن راه هذاك النهار ما كاين ما ولكن، راجلك داك النهار دار لكم طلاميس، وانا متاكده باللي المهدي هو اللي بلانا لكل شيء داك النهار، وديك البنت الحرقه ديال باها هي اللي خلاتها تولي بحال الوحش، هي كل اللي موراه واللي قدامه، حيت الظلم خايب. شنو ظلم سهام الله يهديك؟ شنو درنا ليها حنايا؟ باباها هو اللي اعترف، ولا عقلت كاع كنا شفنا اون فيديو كيعترف فيها. هنا اعتراف ولا الزعتر، السيد راه باين كان خايف منهم وكانوا مزيرينه مع الحيط. واش دابا في نظركم مرات ياميد غادي يكون عندها علاقه مع العيساوي باش يقتلها؟ ياميد والمهدي واخا، حنا علاش؟ حنا حيت ما عاوناش بابا. واش غادي تحمقونا البنات؟ اقسم بالله غادي نحمق معاكم. باش غادي نعاونوه؟ باش الا كان هو اللي اعترف، اعترف على راسو السيد. هذيك البنت راه باينه ضربها شي سلك في راسها، ماشي نورمال. يمكن هي اللي قتلت المهدي. ناوي يستاهل الا كان هو بصح اللي دخل الراجل الحبس. ولكن زينب علاش تدخلها الحبس؟ وغيتا علاش توصلها انها تبغي تنتحر وانا تفرقني على نبيل؟ علاش؟ هادشي راه بزاف، حنا ما عندنا حتى ذنب. كذبي وزيدي كذبي على راسك. انا متاكده باللي عندك حرب مع راسك، وانتي فاهمه مزيان باللي ديك الشهاده المدرحه ديالك انتي وزين بوغيتا هي اللي زادت غرقات السيد. وما تعاودوش تقولوا لي الاعتراف، حيت السيد من بعد رجع في هضرته. وشنو ملي عيطوا لكم البوليس، البوليس اللي كان عندكم معاه المشكل، بقيتو شادين في هضرتكم وزدتو اكدتو الهضره ديال ياميد ومهدي. ياك انتوما اللي قلتو بلي ياميد ما تحركش من بلاصتو. ما تخسروا والو، ما تخسروا والو، غتقولوا شهادة حق تقدر ترجع الدوسي للضابط القضائي وتفتح تحقيق من جديد. مالكم ساكتين؟ فين الإنسانية ديالكم؟ ها؟ راه كاين بنادم
راجل غيقدر ياخذ مؤبد على والو، وكلمه واحده منكم، كلمه من واحده فيكم تقدر تبدل الامور كامله. ما كاين ما يتبدل سيدي، داكشي اللي حنا عارفينه راه قلناه. واش بغيتينا نقولوا حاجه ما كايناش؟ انا بالخاطر كنقول لكم راه تقدروا تعتقوا انسان بريء بالخاطر. الله يخليك، طلقنا نشوف حالنا. ايه هذا كيفكم سيروا؟ تحرك شي وحده فيكم بلا ما نقول لها تنوض، والله سنهبطكم بثلاثه تبردوا، والله ما كنضحك. اسمعوا، انا كنعمل فيكم بالاداب، كنهضر معكم بلاتي احسن. كنتو ما كتبانو ليا كتخافو ما تحشمو ياك؟ غتكلمو غتقولو الحقيقه كامله كامله، ولا غنقدمكم الوكيل المالك بتهمه ديال تقديم شهادات كاذبه. ما نسمحش ليك تهضر معنا بحال هكا. واش عرفتي حنا شكون؟ لا اسمحوا لي ما عرفتكمش. اسمحوا لي، شكون؟ شكون غتكونوا في ملك الله؟ شكون؟ كتاكلوا كناكلوا، كتشربوا كنشربوا، كتنعسوا كننعسوا، ياك؟ يمكن عندكم شويه الفلوس زايده، هادشي ما كيبدل شي حاجه في القانون. غنشكيو بيك اسيدي، غنشكيو بيك وغتندب على كاع هادشي اللي كتقول. ولكن حنا كان كيتسحب. ما كاين ما ولكن. بان لكم ديك الساعه غير فلوس ياميد والجمعيه، حتى ديك الجمعيه ما سهلش فيها الله. عرفتوا علاش انا بوحدي اللي ما اداتنيش؟ حيت انا درت كل ما في جهدي باش نعاون العيساوي. عقلتوا على المحامي اللي جا بغى يهضر معاكم، بغى يعرف منكم غير شنو وقع داك النهار؟ حتى وحده فيكم ما بغات تجاوبوا. هذاك المحامي راه انا اللي شديتو ليه، وانا دابا ضميري مرتاح من ناحيه العيساوي. واخا دابا هاد فرح فين راه دابا؟ الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه، داكشي اللي شفناه دبح قلبي وكواه. الله يا ربي الله، كندي تنسى اللي درنا وما درنا، كل شي خلصنا. جرينا وغنينا، ضحكنا وبكينا،
واه الله يا ربي الله كيف ندير تنساه لي درنا وما درناه كل شي خلصناه.